الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات شركة Equity Global Markets، تداول العملات والمعادن النفيسة. هكون معكم النهاردة إن شاء الله عبد الله عمر، محاضر ومحلل فني في شركة Equity. النهاردة هيكون موضوعنا عن التحليل الفني. اتكلمنا كتير قبل كده عن التحليل الفني، لكن احنا النهاردة هنتكلم عن التحليل الفني الكلاسيكي اللي هو أساسيات التحليل الفني. التحليل الفني الكلاسيكي هو بيهتم بدراسة النماذج السعرية للسوق. اتكلمنا قبل كده عن فلسفة التحليل الفني، وهو التحليل الفني وازاي بنقدر ناخد منه اشارات شراء واشارات بيع نقدر نستغلها في استثماراتنا وتداولنا في السوق. ان احنا دايما السوق بيعكس طبيعة البشر في عمليات التداول والاستثمار على الاسواق. فاحنا لما بندرس نماذج اسعار، فاحنا بندرس ان احنا لما النماذج دي اتكونت في فترات قبل كده حصل بعدها حركة سعرية معينة. فاحنا هنا بنعتمد على نفس الاسلوب، على اهم قاعدة في التحليل الفني، ان التاريخ بيعيد نفسه. هنتكلم مبدئيا عن مقدمة في التحليل الفني الكلاسيكي. زي ما قلنا ان احنا قبل كده اتكلمنا عن ايه هو التحليل الفني، وشرحنا في اكتر من محاضرة، سواء كانت في محاضرات السلوك السعر برايس اكشن، او مستويات الدعم والمقاومه، او يعني ايا كان الاسلوب اللي شرحناه بخصوص التحليل الفني. فاحنا اكيد ذكرنا ان السوق بيتحرك في اتجاهات، يا اما اتجاه صاعد او اتجاه هابط. الاتجاه الصاعد بيكون عباره عن قمم وقعان صاعده، والاتجاه الهابط بيكون عباره عن قمم وقعان هابطه. ده ذكرناه في اكتر من محاضرة، سواء كان التحليل الفني بيعتمد على بس قراية طبيعة تحرك الموجات نفسها، او اذا كان بيعتمد على مؤشرات معينة. فاحنا اكيد ذكرنا النقطة دي، سواء كنت مبتدئ او سواء كان عندك خبرة متوسطة في السوق او خبرة كبيرة في السوق. فاكيد الناس اللي عندها خبرة في السوق عارفة النقطة دي كويس. الناس اللي عندها لسه مبتدئة في السوق لازم تكون عارفة النقطة دي جدا، انه الاسواق بتتحرك في اتجاهات، زي ما قلنا اتجاه صاعد او اتجاه هابط. دايما بيحصل انه بعد اي اتجاه صاعد او اي اتجاه هابط لازم بيحصل عملية تصحيح، انه مفيش عملة او مفيش سهم او مفيش منتج مالي بيفضل ماشي في اتجاه واحد بس. يعني مفيش حاجة بتفضل طالعة بس او بتفضل نازلة بس، لازم بعد اي صعود او بعد اي هبوط بيحصل حاجة اسمها اتجاه عرضي، ان السوق بيبتدي يصحح، يعني الزخم اللي فيه بيقل، القوة بتاعت الاتجاه اللي موجودة في السوق بتقل. لما القوة بتاعت الاتجاه بتقل، السوق بيبتدي يمشي في اتجاه عرضي، يعني ولا بيطلع ولا بينزل، بيكون الاتجاه متذبذب، بينزل شوية ويطلع شوية، ينزل شوية ويطلع شوية، فبيكون الاتجاه مش واضح، ولا هو اتجاه صاعد ولا اتجاه هابط. ممكن يكون مائل شوية للهبوط او مائل شوية للصعود، لكن لو بصينا عليه بشكل عام هنلاقي ان هو مفيش فيه اتجاه واضح، ولا صاعد ولا هابط، شوية بيطلع وشوية بينزل. الفترة دي اللي هي فترة الاتجاه العرضي هي دي الفترة اللي احنا بنهتم بدراستها النهاردة، لان الفترة دي هي اللي بعدها بنتوقع اذا كان السوق هيرتفع او هينخفض. بمعنى انه اذا كان في عندي اتجاه صاعد، بعد الاتجاه الصاعد حصل عندي الاتجاه العرضي، ان السوق فضل ماشي في اتجاه عرضي ولا طلع ولا نزل. احنا بنهتم بدراسة الفترة دي اللي هي فترة الاتجاه العرضي، لانه من خلالها هنعرف بعد كده اذا كان الاتجاه هيكمل صعود زي ما كان ماشي الاول، او هينعكس ويبتدي ينزل في اتجاه معاكس للاتجاه اللي كان موجود اللي هو الاتجاه الصاعد. ده بالنسبة للنماذج يعني اللي بتتكون في خلال الاتجاه العرضي، هي دي اللي بنعرف نتوقع من خلالها اذا كان السوق هيطلع او السوق هينزل. بالنسبة للتحليل الفني الكلاسيكي، هو يعني الاساس في التحليل الفني، واغلب المحللين الفنيين معتمدين، حتى يعني شهادات السي اف تي اي للمحلل الفني المعتمد من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين بيكون الاختبار بتاعهم في النقطة دي. يعني نقطة التحليل الفني الكلاسيكي دي اكتر حاجة بيركزوا فيها، لان هي بتطبق على اي سوق مالي، سواء كان سوق اسهم او سواء بورصات عالمية من عملات او معادن او اسهم عالمية. ده اكتر ادوات بنشتغل عليها، اللي هي النماذج الفنية، لان هي اكتر تكرارا في السوق.
وكمان بتعكس نفسية المستثمرين دايما. يعني لما المستثمرين بيكونوا في عملية تفاؤل او في عملية امل من ربح على عملة معينة او منتج معين، بينفذوا عمليات شراء. عمليات الشراء هي اللي بتنعكس بقى على الشاشة قدامنا في النماذج دي اللي هنعرف نتكلم عنها خلال المحاضرة ان شاء الله. عندنا اكتر من نموذج هنعرف نفهمهم كويس، نفهم التكوين بتاعهم، نعرف نحددهم ازاي. الامور دي كلها هتتضح معانا مع الوقت خلال المحاضرة. يبقى ممكن نسأل نفسنا سؤال ان احنا نقول ايه هي النماذج الفنية. هي انماط، يعني نماذج بتتكرر اثناء حركة السعر، يتم استخراج اشارات شراء وبيع منها اعتمادا على اهم قاعدة في التحليل الفني، وهي ان التاريخ بيعيد نفسه. بمعنى انه دايما التاريخ بيعيد نفسه. يعني لما اتكون نموذج، مثلا في نموذج اسمه قمة مزدوجة، لما اتكون النموذج ده بعد كده حصل عندي انخفاض في السعر. كل ما بيتكرر النموذج ده بيحصل انخفاض في السعر، فاحنا مقاعدة التحليل الفني الأساسية إن التاريخ بيعيد نفسه. ففي المستقبل لما يتكرر النموذج ده تاني برضه هتوقع نفس الحركة اللي حصلت قبل كده. دي حاجة. تاني حاجة إن الطبيعة البشرية للمستثمرين ما بتتغيرش، يعني البشر الطبيعة بتاعتهم واحدة من ساعة ما اتخلقنا، هي ليها سلوك معين مش بيتغير. فدايما لما بيكون المتداولين عندهم أمل في الربح، مستنيين ربح معين، أو بينفذوا عمليات شراء بناء على انه في اخبار اقتصاديه طلعت على عمله معينه او على منتج مالي معين، فبيكون عندهم امل ان هم بينفذوا عمليات شراء على المنتج ده. او لو في خوف من خساره، مثلا في كارثه طبيعيه حصلت في بلد معينه، فبالتالي العمله بتاعت البلد دي هتنخفض، فبالتالي عمليات البيع بتتم على العمله دي. كل العمليات الشراء والبيع بتترسم على الشاشه قدامي. فاحنا نقدر نقول ان النماذج دي هي اللي بتعكس حركه السعر، يعني حركه السعر عندي في السوق بتترسم في نماذج معينه. النماذج الفنيه بتتكون من خطوط اتجاه وقمم وقاعان، بنقدر من خلالها ان احنا نحدد اذا كان السوق هينعكس او اذا كان السوق هيستمر. ده يعني تعريف عام او مقدمة عن النماذج الفنية. هنبتدي نشرح اكتر من نموذج. النهاردة عندنا 9 نماذج فنية. عندنا اول نموذج هندرسه هو نموذج القمة الثنائية. احنا هنشوف يعني النماذج اللي قدامنا بالشرح اللي موجود على التشارت اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي، وهنفتح التشارت برضو نقدر نطلع اكتر من نموذج عملي موجود في السوق حاليا. اول نموذج هنتكلم عنه هو نموذج القمة الثنائية. نموذج القمة الثنائية بيتكون عندي لما السوق بيصعد. اول حاجة بيكون يعني هنتكلم عن كيفية تكوينه. مراحل تكوين النموذج ده انه قبل نهاية الاتجاه الصاعد قوى البيع بتحاول تسيطر على السوق. يعني انا دلوقتي عندي اتجاه صاعد، وبعد كده عندي البياعين اللي هي قوى البيع الموجودة في السوق عايزة تسيطر عشان خاطر تنزل سعر العملة. فبالتالي بيبتدي السوق ينزل عندي، واول ما السوق بينزل عندي بيتكون قمة اولى. بعد كده بيرجع تاني زخم الشراء، انه بيكون المستثمرين والمتداولين عايزين يطلعوا بالسوق، ودي قوة الشراء اللي موجودة في السوق. بيبتدي السوق يطلع مرة تانية وبيكون قاع. يعني لما السوق بيطلع بيكون قاع، دي تاني مرحلة، وبيوصل لنفس المستوى اللي اتكون عنده القمة الأولانية. في نفس النقطة دي تاني الناس اللي بتشتري ما قدرتش ان هي تعلى اكتر من الليفل الموجود، اعلى من القمة اللي كونوها اول مرة، وسيطر تاني مرة برضو قوى البيع. عمليات البيع زادت وعمليات الزخم البيع زادت في المستويات دي، والسعر نزل وكون بالنسبة لي قمة تانية زي ما هو واضح بالنسبة لنا. يعني دي القمة الاولانية السعر كونها، ودي تاني قمة السعر كونها. لما ما قدرش برضو ان
المستثمرين اللي بيشتروا يطلعوا اكتر من القمة الاولانية اللي اتكونت، وبعد كده السوق نزل تاني بفضل تأثير قوى البيع الموجودة في السوق اللي هو زخم البيع اللي اتكون عندي في السوق. لما السوق بينزل بيكون عندي قمة تانية بتكون في نفس المستوى القمة الاولانية. في الحالة دي انا بيكون باين بالنسبة لي انه دلوقتي اتكون عندي قمتين في نفس المستوى، يعني بيكون في خط افقي. احنا بنسمي النموذج ده قمة ثنائية لانه عندي قمة اولى وقمة تانية بنفس المستوى، فدي بتكون قمتين عند نفس المستوى بنسميها قمة ثنائية. القاع اللي اتكون اول مرة عشان خاطر يطلع يكون القمة الاولانية بناخد عنده خط وبنسمي ده خط العنق. خط العنق ده هو بيكون إشارة الدخول بالنسبة لي في السوق. فاحنا نقدر نقول ان ده نموذج انعكاسي، يعني لما بيكون عندي السوق صاعد يطلع يكون قمة بعد كده ينزل ويطلع يكون تاني قمة عند نفس المستوى، فدي بتكون بالنسبة لي نموذج انعكاسي لانه السوق ما قدرش يطلع يكسر القمة الاولانية اللي كونها. لما السوق بيرجع ينزل تاني انا بتكون هنا بقى اقدر اتوقع او اقدر انا كمتداول في سوق العملات استغل الموضوع ده ازاي، بحيث ان انا عايز الاقي فرصة للدخول في السوق يا اما شراء او بيع. فانا لما النموذج ده بيتكون بالنسبة لي بكون الفرصة الواضحة بالنسبة لي اللي هي بيدل عليها النموذج ان انا ادخل عملية بيع مع كسر خط العنق اللي بيكون عند القاع اللي اتكون قبل تكوين القمة الاولى، وده بيكون نقطة الدخول بتاعتي مع كسر خط العنق. ازاي اقدر احدد وقف الخساره وجني الارباح بالنسبه لي؟ هنيجي على الشارت اللي موجود قدامنا اللي هو تحرك السعر. يعني احنا بس بنوضح النموذج الاول بيكون بس بالخطوط التوضيحي، لكن في يعني في كل مثال هنتكلم على في عندنا مثالين، مثال الاول بس بخطوط توضيحي ومثال الثاني من السوق يعني على الحركه الفعليه في السوق. فاحنا هنشوف هنا ان السوق بالنسبة لي هنا ارتفع الاول كون لي قمة، بعد كده نزل عمل عندي قاع اللي هي بناخد عندها خط وبنسميها نيك لاين، بعد كده السوق طلع بالنسبة لي عمل قمة تانية. بعد القمة التانية السوق انخفض وكسر النيك لاين اللي هو خط العنق اللي احنا بنرسمه بعد تكون القمة التانية. دي بتكون بالنسبة لي إشارة الدخول إن أنا أنفذ عملية بيع مع كسر الخط ده، لأنه ده نموذج انعكاسي بالنسبة لي. زي ما قلنا التاريخ بيعيد نفسه، كل ما النموذج ده بيتكون السوق بيعمل نفس الحركة، يعني كل ما بيكون قمة أولى ويكون قمة تانية في نفس المستوى وبعد كده السوق بينزل يكسر النيك لاين الخط اللي اترسم عند القاع الموجود في وسطهم، السوق بينخفض، ودي بتكون بالنسبة لي إشارة بيع. فاحنا لما بننفذ عملية بيع أنا دلوقتي خلاص دخلت السوق. زي ما اتكلمنا قبل كده في محاضرات فاتت كتير عن أهمية إدارة رأس المال، إن أنا لازم قبل ما أدخل الصفقة أو لما بنفذ الصفقة بتاعتي سواء شراء أو بيع لازم أحدد وقف الخسارة بالنسبة لي وأحدد مستوى جني الأرباح. في النموذج ده إحنا إزاي بنحدد أول حاجة مستوى جني الأرباح؟ بنحدد مستوى جني الأرباح إن إحنا بنقيس المسافة ما بين النيك لاين وما بين القمتين اللي اترسموا عندي فوق. يعني نفترض انه يعني واضح ان السعر كان هنا عندي 134.40 وكانت اللي هو عند النيك لاين، وكان القمتين عند مستويات 135.40، يعني تقريبا كان الفرق ما بينهم حوالي 100 نقطة. فاحنا الهدف بتاعي هيكون نفس المسافة دي، يعني هيكون برضو 100 نقطة الهدف بتاعي اللي هو زي ما واضح ان احنا بعنا من عند 134.40 بوقف خساره 135.40، فهيكون عندي مستوى جني الارباح اللي هو عند المستوى الموضح قدامنا اللي هو عند 133.40، يعني 100 نقطه. بالنسبه لوقف الخساره بحدده ازاي؟ بحدده من خلال ان انا بحط الليفل وقف الخساره عندي فوق القمتين اللي اترسموا، يعني برضو بيكون 100 نقطه. فانا في الحاله دي بشتغل بنسبه اداره راس مال، يعني بنسبه عائد المخاطره 1:1. ده بالنسبه لتحديد مستوى جني الارباح وتحديد وقف الخساره باستخدام نموذج القمه الثنائيه. احنا هنشرح النماذج كلها، لكن في الاخر خالص هنسيب وقت للي عايز يسال على اي حاجه، وهنقدر نطلع النماذج الموجوده في السوق بالنسبه لنا. احنا نقدر دلوقتي يعني نطلع من السوق الفعلي مثال على نموذج القمة الثنائية.
هنجيب الشارت قدامنا ونبتدي ندور على مثال لقمة ثنائية. احنا عايزين الاول انه يكون في اتجاه صاعد، يعني اعتقد ان هي واضحة جدا حتى المثال قدامنا، يعني ممكن تكون بالنسبة للاخوة المبتدئين في السوق الموضوع بس هيحتاج وقت ان هم يفهموا النماذج دي كويس ويرجعوا على العملات على منصة الـ MT4 يبتدوا هم يحاولوا يستخرجوا بنفسهم النماذج واحدة واحدة، هتكون سهلة جدا بالنسبة لهم. فاحنا لو ركزنا بالنسبة لنا هنا شايفين انه السوق كون هنا بالنسبة لي قمة عند المستوى الواضح بالنسبة لنا، وبعد كده كون قمة تانية تقريبا في نفس المستوى. يعني احنا لو حطينا خط هنا على الاتنين هنلاقي انه هنا اول قمة اتكونت ودي تاني قمة اتكونت، وبالنسبة لنا خط العنق اللي احنا حددناه اللي هو احنا قلنا القاع اللي بيكون موجود ما بين القمتين، القاع اللي هو موجود بين القمتين اللي هو واضح بالنسبة لنا المستوى ده، ده القاع اللي موجود ما بين القمة الأولى وما بين القمة الثانية اللي موجودين في نفس المستوى. لو لاحظنا بالنسبة لنا ان السوق أول ما انخفض كسر الحد السفلي اللي هو النيك لاين، خط العنق اللي موجود ما بين القاع اللي موجود ما بين القمتين، اول ما السوق كسر القاع بالنسبه لنا اللي هو نيك لاين شايفين انه حصل انخفاض قوي جدا في السوق. يعني احنا لو بنحدد الهدف زي ما قلنا ان احنا بنحدد الهدف اللي هو المسافه ما بين القاع النيك لاين اللي هو من سعر 113.61 للقمتين اللي هو كان تقريبا 72 نقطة، واضح بالنسبة لنا يعني كان شرط البيع من عند 113.61، وعندي جاني الأرباح وقف الخسارة 74 نقطة، يعني كان وقف الخسارة عند 114.35، احنا قلنا واحد لواحد يعني 74 نقطة. ال 74 نقطة أنا حددتهم بالنسبة لي جاني أرباح، أنا شايف 74 نقطة اتكونوا بمنتهى السهولة جدا زي ما هو واضح بالنسبة لنا، وشفنا ان السوق كمان نزل اكتر من كده بكتير جدا يعني حوالي 350 نقطة. اتمنى انه ما يكونش في مشاكل في الصوت. الاستاذ زياد بيسأل عن بيقول انه في مشاكل في الصوت، ممكن يكون في مشاكل في الانترنت، بس اعتقد لو في حد تاني برضو عنده نفس المشكلة يا ريت نعرف. تمام، فده بالنسبة لنا مثال حي واضح على الأسعار الحالية الموجودة في السوق، إن احنا كان في عندنا اتجاه صاعد، بعد كده السوق كون أول قمة، وبعد كده عمل قاع اللي هو النيك لاين، وبعد كده عمل قمة تانية في نفس المستوى، فده النموذج اللي احنا بندرسه دلوقتي اللي هو القمتين الثنائيين. اول ما السوق نزل كسر النيك لاين السوق انخفض بالنسبه لنا، اعتقد ان النموذج واضح وسهل، لكن زي ما قلت انه بس هنحتاج انه نتدرب اكتر على النماذج ان احنا نقدر نستخرجها من السوق ونشوف رد الفعل اللي بيحصل في السوق بعد ما تتكون النماذج دي. هنرجع تاني نكمل بقيه النماذج الموجوده. النموذج الثاني هو عكس النموذج الاول، قاع ثنائي، ده النموذج القاع الثنائي نفس الفكره بالظبط، انه زي ما قلنا انه لما بيكون
يعني النموذج القاع عفوا القمة الثنائية ده بيكون في حالة انه بيكون عندي اتجاه صاعد وبعد كده بيتكون النموذج، فبتوقع انه السوق ينخفض لان ده نموذج انعكاسي. تاني نموذج موجود بالنسبة لنا هو قاع ثنائي، نفس فكرة المثال الاول، لكن عندنا هنا بالنسبة ان احنا بندرس القيعان فاحنا بنكون في حالة اتجاه هابط وبعد كده النماذج بتتكون بالنسبة لي، فانا بكون مستني انه السوق ينعكس يعني السوق يطلع. هو نموذج انعكاسي ياتي في نهاية الاتجاه الهابط ويتكون من قاعين في نفس المستوى الافقي، وهو يعطي اشارة شراء مع كسر خط العنق، ويتم تحديد الهدف بقياس المسافة بين خط العنق والقيعان بالنقاط، ويكون هذا هو الهدف. وقف الخسارة يكون مستوى أسفل القاعان ب10 نقط. يعني بالظبط نفس الطريقة اللي اتعلمناها في النموذج الأول هي نفس الطريقة برضو اللي احنا بنعتمد عليها في نموذج القاع الثنائي، زي ما واضح بالنسبة لنا في المثال انه هنا السوق نزل بالنسبة لي كون قاع أول، بعد كده طلع عمل رسم خط العنق بالنسبة لي النيك لاين اللي هي القاع اللي بيكون عفوا هنا قمة اللي بتكون موجودة ما بين القاعين، بعد كده السوق نزل بالنسبة لي وكون عندي القاع الثاني عند نفس المستوى اللي اتكون فيه القاع الأول. بنتوقع انه كان عندي اتجاه هابط وتكون بالنسبة لي نموذج القاع الثنائي، فاحنا بنتوقع انه السوق لما بينزل تحت فوق النيك لاين يبقى انا كده السوق هيبتدي ينعكس عن الاتجاه الهابط اللي كان موجود، يعني هيكون عندي اتجاه صاعد. هنشوف على المثال الموجود على السوق بالنسبة لنا، السوق نزل هنا كون قاع أول وبعد كده طلع عمل القمة اللي موجودة ما بين القاع الثاني، بعد ما نزل عمل القاع الثاني وكانت دي النيك لاين اللي هو إشارة ده المستوى اللي أنا بستناه السوق يرجع ويكسره عشان خاطر أدخل أنفذ عملية شراء. شايفين انه مع كسر النيك لاين حصل عندي البريك اوت اللي هو الكسر، السوق طلع، وكنا برضو بنحدد الجني الارباح بنفس الاسلوب ان احنا بنقيس المسافة ما بين النيك لاين وما بين القم مستوى القيعان اللي اتكونه، وده بيكون مستوى جني الارباح بتاعي وبيكون واقف الخسارة اسفل القاعين بحوالي 5 أو 10 نقط. هنجيب برضو التشارت ونحاول نطلع مثال موجود في السوق. احنا دلوقتي بندور على نموذج القيعان الثنائية، يبقى احنا محتاجين ان احنا نكون في اتجاه هابط وبعد كده نشوف النموذج، لانه احنا ده في النماذج الانعكاسية للسوق. لو بصينا مثلا على المثال ده عشان خاطر يعني الناس تفهم حاجة كويسة جدا، على المثال الموجود بالنسبة لنا شايفين هنا السوق كان في اتجاه هابط، تمام، كون عندي القاع الأول وبعد كده طلع كون عندي قمة ونزل عمل لي قاع تاني عند نفس المستوى، تمام. يبقى أنا دلوقتي المفروض زي ما عملنا إن أنا بحدد النيك لاين اللي هو كانت القمة اللي موجودة ما بين القاعين اللي هي كانت عند المستوى ده. شايفين ان السوق لما رجع تاني للنيك لاين ما حصلش كسر للمستوى، يعني ما قدرش ان هو يكسر النيك لاين، ففي حالة ان هو ما قدرش يكسر النيك لاين يبقى انا ما عنديش انعكاس، ما فيش اشارة بالنسبة لي في السوق، يعني ما ادخلش السوق غير لما يكسر النيك لاين. مش معنى ان انا اتكون عندي نموذج القاع الاول وبعد كده عمل القمة اللي ما بين القاعين يبقى انا اقدر ادخل هنا عملية شراء عكس الاتجاه، لان انا بالنسبة لي ما حصلش كسر النيك لاين. إشارة الدخول بالنسبة لي في السوق انه يحصل كسر النيك لاين، فاحنا ما حصلش كسر في النيك لاين يبقى النموذج بالنسبة لي السوق مكمل عادي، ما حصلش انعكاس. الانعكاس بيحصل بس لما يبتدي السوق يكسر المستوى ده، يكسر المستوى ده بمعنى انه يعني يقفل شمعة فوق المستوى الموجود بالنسبة لي، لما يقفل شمعة فوق المستوى ده يبقى كده حصل كسر للنيك لاين، ادخل عملية شراء لان كان في اتجاه هابط وتكون النموذج الانعكاسي بالنسبة لي اللي هو القاعين المزدوجين، وابتدي
اتوقع انه لما يكسر النيك لاين السوق هيطلع وهينعكس، لكن طالما ما كسرش النيك لاين يبقى انا بره السوق او بدخل مع السوق باستخدام يعني نماذج تانية هنتكلم عليها برضو خلال المحاضرة. لكن احنا عايزين برضو نطلع نموذج ناجح. تمام، في نموذج واضح بالنسبة لنا جدا على البترول. انا كان عندي هنا اتجاه هابط، بعد الاتجاه الهابط اتكون عندي القاع الاول، وبعد كده السوق طلع، يعني السوق طلع يعني كان السوق نازل، يعني كان البياعين هم المسيطرين على السوق، ما قدروش ينزلوا اكتر من كده، ودخل عمليات شراء كبيرة بالنسبة للناس اللي بتشتري، قوة الشراء بقت مسيطرة اكتر، وطلع السوق عمل بالنسبة لي قمة. بعد كده برضو دخل تاني عمليات البيع زادت من عند المستوى ده، وسيطر تاني البياعين في السوق ونزلوا بالسوق عندي، كونوا لي القاع التاني عند نفس مستوى القاع الاول. فده بالنسبة لي يعتبر النموذج اللي أنا مستنيه. النموذج اللي أنا بستناه بعد ما بيتكون القاع التاني اللي هو بقى عندي قاعين ثنائيين، برسم خط على القمة اللي ما بينهم اللي هي النيك لاين زي ما قلنا، وبستنى السوق يطلع ويكسر النيك لاين. يكسر النيك لاين زي ما قلنا إنه يقفل شمعة فوقيها. شايفين الشمعة دي اللي هي حصل فيها الكسر؟ الشمعة دي يعني حصل الكلوز بتاعها كان اعلى من النيك لاين تقريبا بحوالي 5 أو 6 نقط، وده اللي انا بستناه. انا يهمني بس ان هو يحصل اغلاق الشمعة فوق النيك لاين. لما حصل كسر النيك لاين بالنسبة لي النموذج اللي احنا بنعتمد عليه، السوق ارتفع، وده كان اشارة الشراء بالنسبة لي مع كسر النيك لاين، بهدف المسافة ما بين النيك لاين والمستويات القيعان اللي اتكونت كانت تقريبا حوالي 260 نقطة، لان احنا على فريم الديلي عشان الناس تاخد بالها ليه كان كتير 260 نقطة. فده احنا بنحدد الهدف برضو بالنسبة لنا يكون نفس المسافة اللي هي 260 نقطة. شايفين السوق طلع تقريبا حوالي 400 نقطة، يعني حقق الهدف واكتر منه. وفي الحالة دي احنا بيكون وقف الخسارة اللي بنشتغل عليه عند في حالة ان السوق يكسر المستوى ده، يعني احنا بنشتري من هنا وبنحدد جني الارباح بتاعنا المسافة ما بين هنا اللي هي 250 نقطة، السوق بعدها طلع. لكن لو كان السوق كسر النيك لاين بتاعنا ودخلنا عملية شراء وما حصلش انه طلع حقق الهدف ونزل الاول ضرب وقف الخسارة، فدي هتكون صفقة خسرانة. لكن هو واضح بالنسبة لنا ان هي طلعت الاول حققت الهدف قبل ما ينزل تاني. يعني احنا هنا شايفين السوق نزل تاني للمستوى اللي احنا كنا محددينه وقف خسارة، لكن كان حقق مستوى جني الارباح بالنسبة لنا الاول. اتمنى انه تكون الاخوة الحاضرين معانا، يعني النماذج لحد دلوقتي سهلة بالنسبة لهم. زي ما قلنا انه هنحتاج ان احنا نتعلم اكتر، نحاول نطلع النماذج بعد كده مع الوقت هنقدر، هتكون سهلة جدا بالنسبة لنا. النموذج اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه هو نموذج القمة الثلاثية والقاع الثلاثي. هي قريبة جدا من القمة الثنائية والقمة والقاع الثنائي. ما حبيتش ان انا اشرح تفاصيل زيادة عن اللي موجودة، الامثلة اللي موجودة بالنسبة لنا، لانه هي نفس الفكرة بالظبط بتاعت القمة الثنائية والقاع الثنائي. لكن هنا بس احنا بنضيف ان احنا بنشتغل على 3 قمم او 3 قيعان، يعني نفس النموذج اللي بنعتمد عليه بس بـ3 قمم او 3 قيعان. حتى المثال اللي فات
اللي طلعناه على البترول، يعني لو رجعنا له تاني هيكون برضو نقدر نعتبره نموذج قاع ثلاثي، لانه واضح بالنسبة لنا انه دي كانت قاع، كان قاع ثالث، فانا عندي القاع الاول القاع الثاني القاع الثالث، وده كان نموذج يعتبر قاع ثلاثي، وبرده نفس النيك لاين اللي القمة اللي بتكون متواجدة بينهم او القمتين المتواجدين ما بينهم بناخد عليها خط ترند ما بين القمة الاولى والقمة الثانية اللي موجودة، وبيكون الدخول مع كسر خط الترند ده. فهي نفس الفكرة بالظبط، لكن بنعتمد على بدل قمتين او قاعين بنعتمد على 3 قمم وثلاث قاعين. ده بالنسبة لنموذج القمة الثلاثية والقاع الثلاثي. زي ما بنحدد نفس النماذج اللي فاتت بالنسبة للتيك بروفيت وبالنسبة لوقف الخسارة، برضو بنعتمد عليهم في النموذج القمة الثلاثية ونموذج القاع الثلاثي، من خلال ان احنا بنقدر نحدد المسافة ما بين في مثلا في القاع الثلاثي، نموذج القاع الثلاثي بنحدد المسافة ما بين القاعين الثلاثة الموجودين بالنسبة لنا والنيك لاين، ودي بتكون لو مثلا المسافة ما بين ده وما بين ده 100 نقطة، فده بيكون الهدف بتاعنا 100 نقطة، بيكون وقف الخسارة 100 نقطة برضه. في التريبل توب يعني في النموذج القمة الثلاثية برضه نفس الفكرة، بيكون عندنا قمة أولى قمة تانية قمة تالتة، وبيكون عندنا النيك لاين اللي هي أقل قاع موجود ما بينهم، وبنقدر نحدد المسافة ما بين مستويات القمم وما بين النيك لاين، وبندخل عملية بيع مع كسر النيك لاين. أعتقد إنه يعني نفس الفكرة واضحة، مش محتاجة تفصيل زيادة لأن هي نفس الفكرة بالظبط، بس إحنا بنضيف قمة وبنضيف قاع. تمام. النموذج اللي بعد كده اسمه نموذج الرأس والكتفين Head and Shoulders، هو نموذج انعكاسي يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، وتكون من 3 قمم، بتكون القمة اللي ما بينهم بتكون هي قمة أعلى من الأولى وما بين التانية. يعني شايفين مثلا بالنسبة لنا هنا السوق طلع كون عندي قمة وبعد كده نزل، احنا طبعا مش بنحدد النموذج غير لما يكمل، يعني مش لأن السوق دلوقتي لو طلع عندي كون فهي دي تعتبر قمة، يعني لو لسه ما حصلش الهيد ولا الرايت شولدر فاحنا بالنسبة لنا النموذج مش كامل، فما بنعتمدوش، يعني ما بنقدرش نحدده غير لما النموذج كله يكمل. فلما السوق طلع هنا كون عندي قمة وبعد كده نزل عمل قمة أعلى، ونزل عمل قمة أقل من القمة الأولى، وتقريبا بتكون في نفس مستوى القمة الأولى، فبيكون واضح بالنسبة لنا النموذج كده كامل هنا. بعد ما السوق بينزل ويكون القمة الثالثة بيكون خلاص كده النموذج كامل بالنسبة لي، وبقدر أحدده إن هو نموذج رأس وكتفين، اللي هو بيكون عبارة عن 3 قمم، القمة اللي في الوسط بتكون أعلى من القمة الأولى والقمة الأخيرة اللي هي القمة الثالثة، بيكون النموذج بالشكل ده رأس وكتفين، يعني ليفت شولدر كتف الشمال وكتف اليمين، ده بيكون النموذج بالنسبة لنا. ده نموذج انعكاسي برضو، ونفس الفكرة ان احنا بنحدد نيك لاين، نيك لاين بتكون ما بين القاع الاول والقاع الثاني اللي موجودين داخل النموذج الكامل بالنسبة لي. يعني هنا السوق طلع كون الاول اول قمة بعد كده نزل وطلع تاني عمل قمة اعلى من الاولى ونزل وطلع عمل قمة اعلى عفوا اسفل من القمة اللي في الوسط، وتقريبا في نفس مستوى القمة الاولى، فبيكون واضح بالنسبة لي انه يعني هي بتبان بالعين حتى على الشاشة، النماذج بتبان انه انا دلوقتي عندي واضح انه في قمة عندي في السعر، وفي القمة اللي في الوسط بتكون أعلى من القمة الأولى ومن القمة الأخيرة، بنقدر نرسم النيك لاين وبندخل بيع مع كسر النيك لاين.
ده الاستخدام بالنسبة لنموذج الرأس والكتفين، وبنحدد برضو جني الأرباح من خلال إن إحنا بنقيس المسافة ما بين النيك لاين وما بين القمة الأعلى اللي هي الهيد، وده بيكون عدد نقاط جني الأرباح، وفي الخسارة بيكون أعلى القمة الأعلى اللي ما بينهم اللي هي بتكون قمة الهيد. هنيجي للتشارت نحاول نطلع مثال على النموذج. احنا عايزين اتجاه صاعد لانه ده نموذج انعكاس الاتجاه الصاعد. شايفين انه كان في عندنا هنا الاتجاه صاعد، السوق طلع عند المستوى ده كون قمة بالنسبة لي اولى، وبعد كده السوق ارتفع مرة أخرى كون قمة أعلى، وبعد كده عمل عندي قمة أقل ما بينهم. النيك لاين بالنسبة لي هو القاع اللي كون فيه القمة الأولى والقاع اللي كون فيه القمة الثانية، بنرسم ما بينهم خط اتجاه. شايفين إنه كان فيه عندي اتجاه صاعد، وبعد كده تكون بالنسبة لي النموذج، نموذج الهيدن شولدرز أو الرأس والكتفين، ومجرد انه السوق كسر النيك لاين في الليفل ده حصل بالنسبة لي انخفاض قوي جدا في السعر، يعني الاتجاه الصاعد اللي كان موجود انعكس تماما. ودايما لما بيحصل الكسر للنيك لاين بيكون في حركة قوية في السوق، فاحنا شايفين انه حصل انخفاض بالنسبة لي بقوة كبيرة جدا. الهدف احنا بنحدده ما بين القمة اللي التاني قمة اتكونت بالنسبة لي واعلى قاع اللي هو كان القاع بتاع الرأس، كان تقريبا حوالي 132 نقطة. مع الكسر هنا دخلنا عملية بيع، يعني كان بعد إغلاق الشمعة دي الشمعة اللي أكدت لي إنه خلاص السوق قفل. قلنا الهدف بتاعنا 132، اتحقق تقريبا بعد 4 أو 5 شمعات على فريم الـ4 ساعات، يعني في خلال يوم تم تحقيق الهدف بالنسبة لي، وكان هيبقى واقف الخسارة عندي اللي هو كان هيبقى فوق القمة أعلى قمة بحوالي 10 نقط. فده بالنسبة لي مثال على نموذج الرأس والكتفين. هنيجي على نفس المثال، يعني نفس النموذج برضو لكن الاتجاه الهابط، يعني بنسميه نموذج رأس وكتفين مقلوب، يعني بيكون لو الاتجاه هابط عندي ولما بيتكون بنتوقع ان السوق هيبتدي يصعد. زي المثال الواضح بالنسبة لنا، السوق كان نازل كون عندي أول قاع، بعد كده طلع كون القمة الأولى بتاعت النيك لاين، ونزل عمل عندي الرأس بتاعت النموذج، وبعد كده طلع عمل القاع بتاع السكند شولدر يعني الكتف الثاني للنموذج. المفروض انه لما السوق يطلع يكسر النيك لاين فدي بتكون اشارة الشراء بالنسبة لي، اللي هي اشارة انعكاس الاتجاه الحالي، يعني كان في اتجاه هابط حالي، لما بيحصل كسر النيك لاين فدي بتكون اشارة عملية الشراء اللي انا مستنيها في السوق. بنفس الاسلوب ان احنا بنحدد جني الارباح، بتكون المسافة ما بين القمة القاع الموجود عند الهيد وما بين النيك لاين، وبتكون واقف الخسارة أسفل الهيد بحوالي 10 نقط لأن احنا داخلين عملية شراء. ده برضو مثال من الشارت، السوق كان نازل، السوق عمل عندي أول قاع، بعد كده طلع وعمل عندي قاع تاني، وبعد كده طلع ونزل عمل قاع تالت، وكان القاع الأوسط هو الأقل ما بين الاتنين، فكان لما كسر النيك لاين بالنسبة لي اللي هو القمتين اللي بيكونوا القاعين، يعني القمتين اللي بيكونوا متواجدين أثناء تكوين القاعين، لما حصل كسر النيك لاين السوق ارتفع وحصل انعكاس للاتجاه الحالي، فده من ضمن النماذج الانعكاسية زي ما وضحنا. نيجي للتشارت ونحاول نطلع مثال، يعني في مثال هنا برضو واضح جدا. شايفين السوق هنا نزل عمل قاع، بعد كده ارتفعت الأسعار ونزل عمل قاع أقل من الأول، بعد كده طلع عمل قمة ونزل عمل قاع تاني، كان القاع الأوسط هو الأقل ما بين القاعين،
فاحنا بنقدر نحدد القمم والقيعان اللي بنعتمد عليها. ده كان القاع الأول اللي هو الكتف الأيسر، وده كانت الرأس النموذج، وده كان الكتف الأيمن للنموذج، وعندنا نيك لاين اللي هو خط العنق اللي بيكون على القمم اللي مكونة للقيعان، القاع الأول والقاع الثاني. شايفين السو لما طلع عند النيك لاين كسره وعمل إغلاق فوقيه. احنا نفذنا عملية شراء بمستوى بجني أرباح، إن احنا بنقيس ما بين النيك لاين وما بين القاع المكون بالنسبة لنا، كان تقريبا حوالي 80 نقطة. شايفين انه بعد كده السوق طلع معايا حوالي 15 نقطة بس، وبعد كده نزل تاني انعكس عليا حوالي 20 نقطة. بالنسبة انه انعكس عليا وارد جدا، السوق مفيش حد اول ما بيدخل صفقة السوق بيتجه معاه، لازم بيحصل انعكاس، في الغالب بيحصل في اغلب الصفقات انعكاس، لكن احنا وقف الخسارة بتاعنا كان اسفل المستوى ده اللي هو عند حوالي 90 نقطة، فبعيد جدا عنده مقربلوش حتى، فاحنا لسه في السوق ما اتضربش وقف الخسارة. وبعد كده السوق ارتفع معايا حوالي 77 نقطة، يعني تقريبا عند احنا الهدف عند 80 نقطة، السوق طلع معايا حوالي 77 نقطة. يعني ممكن طبعا يعني ان انا في الحالة دي ابتدي اخرج، لان احنا مش بس بنحط جاني الارباح او واقف الخسارة وخلاص بنستنى ده او ده، دايما بيحصل متغيرات في السوق بنقدر من خلالها نحدد اذا كنا هنكمل في الصفقة او نكتفي بالربح اللي محقق حاليا بالنسبة لنا او لا. فاحنا ما حققش الهدف اللي كنا حاطينه اللي هو 80 نقطة، حقق حوالي 72 بس، يعني كان فاضل حوالي 7 او 8 نقط على التيك بروفيت بتاعنا. لكن احنا بس بنتكلم على نماذج دلوقتي، لكن في امور تانية وعوامل تانية كتير لازم طبعا ان احنا نفضل متابعينها، بنتابع الاخبار اللي بتطلع في السوق. يعني كان ممكن انه في الوقت ده مثلا طلع خبر سلبي ادى انه السعر ينخفض وما يكملش الاتجاه، ممكن يكون في نماذج سعرية، نماذج شموع يابانية معينة اتكونت ادت انه السعر ينخفض مرة تانية، او ممكن يكون في مثلا بالنسبة لنا مؤشرات فنية اخرى بتقول انه السوق هينخفض. فاحنا دايما بنفضل نتابع الصفقات بتاعتنا في السوق عشان خاطر نعرف ان احنا هنكمل في الصفقة او هنخرج منها او لا. ده بالنسبة لنموذج راس وكتفين، هو نموذج قوي جدا وبيتكرر كتير في السوق. اتمنى انه تكون الامور واضحة. هنتكلم بعد كده على نماذج المثلثات. نماذج المثلثات عندنا عفوا في خطأ كتابي، تمام. هي دي بالنسبة لنا النموذج الموضح بالنسبة لنا اسمه المثلث التوافقي، يعني هو بيكون مثلث ولا بيكون صاعد ولا بيكون هابط، يعني بيكون السعر بيتحرك فيه في اتجاه عرضي، يعني مش المثلث مش بيكون واخد الميل الهابط ولا بيكون واخد الميل الصاعد. يعني السوق زي ما احنا شايفين في المثال بالنسبة لنا السوق كان فيه اتجاه صاعد. اولا النموذج ده يعتبر نموذج تكميلي، النماذج اللي فاتت كلها كنا بنتكلم عليها هي نماذج انعكاسية. نماذج انعكاسية يعني بيكون في اتجاه صاعد لما بيتكون النموذج، فاحنا بنتوقع انعكاس السعر سواء باستخدام نموذج الرأس والكتفين او القمة المزدوجة او القاع المزدوج، دي كلها نماذج انعكاسيه. احنا دلوقتي بنتكلم على النماذج التكميليه، يعني بيكون في عندي اتجاه ويحصل نموذج معين بعد في خلال فتره اتجاه عرضي. النموذج ده الدلاله بتاعته اللي احنا بنعتمد عليها انه السوق هيكمل مش هينعكس. فاحنا كان واضح بالنسبه لنا انه كان في اتجاه صاعد واضح على السوق، بعد كده السوق فضل ماشي في اتجاه عرضي ولا بيطلع ولا بينزل، ده اللي احنا وضحناه في الاول ان احنا بنهتم بدراسه الاتجاه العرضي.
الاتجاه العرضي تم التداول فيه في خلال رينج، لو رسمنا خط علوي على القمم اللي اتكونت خلال الاتجاه العرضي ورسمنا خط سفلي على القيعان اللي اتكونت ما بين الاتجاه العرضي، هيتضح بالنسبه لي النموذج المثلث ده. هو مثلث توافقي مش واخد ميل صاعد ولا ميل هابط. ده بيكون بالنسبه لي الاشاره الدلاليه بتاعته ان انا بستخدمه كنموذج تكميلي، بستنى انه السعر يخرج من الحد العلوي للمثلث يكسره، فدي بتكون بالنسبه لي اشاره شراء في السوق. الهدف بحدده ما بين المسافه ما بين برسم بكمل المثلث، يعني احنا رسمنا الاول الحد السفلي ورسمنا الحد عفوا رسمنا الحد العلوي الاول على القمم ورسمنا الحد السفلي على القيعان، برسم بقفل المثلث بكمله بالخط الموجود هنا وبقيس المسافه بتاعت قفله المثلث تقريبا 50 نقطه 60 نقطه ايا كان على حسب النموذج كان الخط بتاعه قد ايه المثلث بتاعه. نفترض انه كان 50 نقطه، فانا اول ما بالسوق بيكسر الحد العلوي للمثلث ويخرج منه بنفذ عمليه شراء بهدف طول المسافه ما بين الحد الثالث الخط الافقي للمثلث، وبنفذ عمليه شراء بالهدف ده، وبيكون واقف الخساره بالنسبه لي انه السوق ينزل ويكسر الحد السفلي للمثلث. ده بالنسبه للمثلث التوافقي، يعني سواء كنا في اتجاه صاعد او في اتجاه هابط، يعني بالنسبه لنا هنا في الاتجاه الهابط ان السوق يكون نازل برضو ويحصل بالنسبه لي انه السعر يمشي في اتجاه عرضي. بعد ما يفضل ماشي السوق بالنسبه لي في اتجاه عرضي مكون لو رسمت خط على القمم اللي موجوده ورسمت خط على القاعان الموجوده هيظهر بالنسبه لي شكل المثلث. اول ما بالسوق بيخرج ما بين الحد السفلي للمثلث فدي بتكون اشاره بيع بنفس طريقه تحديد الهدف زي ما حددناه في النموذج الصاعد. فده بالنسبه للنموذج المثلث التوافقي. هنيجي بعد كده للنموذج اللي بعده هو نموذج المثلث الصاعد. نموذج المثلث الصاعد هو بيكون برضو نفس الفكره انه عندي كان في دي كلها نماذج تكميليه، لازم بس عشان خاطر في ناس جديده بتنضم خلال المحاضره، فاحنا دلوقتي في النماذج التكميليه للناس اللي فاتها الجزء الاول، يعني المحاضره بيتم تسجيلها ورفعها على قناه ايكوتي على اليوتيوب، نقدر نتابع المحاضره من تاني عشان خاطر اللي فاتنا. بالنسبه لنموذج المثلث الصاعد، السوق بيكون عندي في اتجاه صاعد وبيتكون عندي النموذج ده، السوق بيفضل واخد اتجاه عرضي ولا هو صاعد ولا هو هابط، فاحنا بنرسم خط على القيعان الموجودة بالنسبة لي، بنرسم خط اتجاه وبنرسم خط على القمم اللي موجودة بالنسبة لي، فهيطلع شكل النموذج ان هو مثلث واخد ميل الاتجاه الصاعد. المثلث الاتجاه الصاعد برضه هو نموذج تكميلي بيكون استخدامه لينا ان احنا بناخد عمليه شراء اول ما السعر يكسر الحد العلوي للقناه عفوا للمثلث، لانه بيكون برضه نقدر يعني بيكون مستوى مقاومه قوي جدا للسوق، فاول ما السوق ما بيكسر الحد العلوي للمثلث بتكون اشاره شراء قويه بالنسبه لي، وبنحدد مستوى جني الارباح من خلال ان احنا بنقفل المثلث بنكمله وبنقيس المسافه بتاعه الخط الافقي للمثلث وبننفذ عمليه شراء بجني ارباح المسافه ما بين حجم الخط الافقي للمثلث. او بيكون واقف الخساره بالنسبه لنا ان السوق لو انخفض وكسر الحد السفلي للقناه للمثلث فدي بتكون اشاره الخروج بالنسبه لي او مستوى واقف الخساره. ده بالنسبه لنموذج المثلث الصاعد. تمام استاذ اياد بيسال يعني ايه قصدك نموذج تكميلي؟ احنا قلنا اول المحاضره خالص ان احنا بيكون عندنا النماذج الفنية يا إما نماذج انعكاسية يا إما نماذج تكميلية. أول حاجة اللي كنا بنتكلم عليها أول ثلاث نماذج اللي هو نموذج القمة المزدوجة ونموذج القاع المزدوج والقمة الثلاثية والقاع الثلاثي
وتالت نموذج نموذج الرأس والكتفين العادي والمقلوب، دي كلها نماذج انعكاسية، بمعنى انه يكون عندي في اتجاه صاعد النماذج دي تتكون، فاعرف ان السوق هينعكس يعني هينخفض، كان صاعد والنماذج دي اتكونت فانا اتوقع ان السوق هينزل، هيكون عكس الاتجاه الموجود، فدي نماذج انعكاسية. النماذج اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها نماذج تكميلية، يعني لما السوق بيحصل بعد كده يمشي في اتجاه عرضي مكون مثلا نموذج المثلث، فده بيكون بالنسبة لي نموذج تكميلي، يعني بتوقع منه ان السوق هيكمل مش هينعكس، يعني بيكون لسه حالة الاتجاه قوية في السوق. اتمنى تكون الاجابة وضحت الاستفسار الخاص بحضرتك. نكمل بالنسبة لنموذج المثلث الصاعد، قلنا انه هو نموذج تكميلي، كان في اتجاه صاعد بالنسبة لنا، السوق فضل ماشي في اتجاه عرضي مكون في الاتجاه العرضي ده نموذج مثلث واخد ميل الصعود، ولما حصل الكسر للحد العلوي للمثلث كانت اشارة شراء بالنسبة لي، والسوق طلع وحقق جني الارباح اللي احنا بنحدده ان احنا بنقفل المثلث، وبيكون قيمة جني الأرباح هي قيمة نقاط، عفوا، قيمة نقاط الحد الخط الأفقي للمثلث. هنيجي بعد كده للنموذج المثلث الهابط. نموذج المثلث الهابط هو عكس النموذج اللي فات، انه احنا بيكون عندنا فيه اتجاه هابط، اتجاه الهابط بعد كده حصل عندي اتجاه عرضي، يعني السوق فضل ماشي ما كملش الاتجاه الهابط، فضل ماشي في سايد واي في تذبذب، ولا طالع ولا نازل، يعني يطلع يكون عندي قمه بعد كده ينزل يكون قاع قمه قاع قمه، مش واضح الاتجاه في الفتره دي خلال الشموع دي كلها، ولا هو صاعد ولا هو هابط. اول ما السوق بيبتدي يكسر الحد السفلي للمثلث فدي بتكون اشاره الدخول بالنسبه لي في السوق، اللي هي اشاره البيع، ان انا بدخل السوق بايع تكميليا للاتجاه اللي كان موجود، يعني كان في اتجاه هابط موجود بعد كده السوق كون لي اتجاه عرضي بشكل مثلث، اول ما خرج منه وكسر الحد السفلي للمثلث اللي هو بيكون بشكل خط افقي، ده بيكون بالنسبة لي إشارة الشراء، عفوا إشارة البيع في السوق، وبحدد جني الأرباح إن أنا بقى في المثلث، وبقيس المسافة ما بين اللي هي الزاوية 90 لحد الزاوية الأعلى اللي موجودة في المثلث، يعني ممكن تكون 70 80 نقطة، فهيكون ده بالنسبة لي هو واقف الخسارة بالظبط، هيكون واقف الخسارة وهيكون في نفس الوقت هو مستوى جني الأرباح. فده بالنسبة للنماذج التكميلية، يعني ما قدرناش ان احنا نطلع نماذج على الشاشة لانه وقت المحاضرة، يعني احنا دلوقتي بالظبط ساعة، فكده بالنسبة لنا انتهت اكثر نماذج تكرارا في السوق، سواء كانت نماذج انعكاسية زي القمة الثنائية والقمة الثلاثية والقاع الثنائي والقاع الثلاثي ونموذج رأس والكتفين العادي والمنقلب والنماذج المثلثات اللي اتكلمنا عليها، سواء مثلث توافقي أو مثلث صاعد أو مثلث هابط. أشكر كل الإخوة اللي حضروا معانا، وأشكركم جدا على التفاعل الممتاز جدا في نهاية المحاضرة عن التداول في الأسواق وعن الاستراتيجيات اللي ممكن نعتمد عليها. بتمنى ان انا قدرت افيدكم في خلال المحاضره من خلال النماذج اللي اتكلمنا عليها في المحاضره بتاعه النهارده، وان شاء الله يعني اتمنى انكم تتابعونا في المحاضرات الجايه من خلال الخبراء والمحللين المتواجدين معانا في شركه ايكوتي، فيها افاده ممتازه جدا لجميع المتداولين. في النهاية شكرا جدا لكم للمتابعة، وأتمنى لكم كل التوفيق دائما إن شاء الله في التداول وفي الاستثمار وفي كل حاجة إن شاء الله. متشكر جدا لكم، وانتظرونا في محاضرة قادمة من محاضرات إيكويتي جلوبال ماركتس، وشكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.